حاولوا يدخلوا يسوع المسيح عدة مرات في نقاش حول الجدل الديني. فمرة مثلا في لوقا 13 كانوا بيتكلموا عن جماعة من اليهود الجليليين اللي راحوا يعبدوا الله في الهيكل، ولكن بيلاطس خلط دمهم بذبائحهم. والرب يسوع رجع للمحور الأساسي وقال: الحق الحق أقول لكم، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ومرة أخرى أحبائي، امرأة سامرية قالت ليسوع المسيح: كيف تطلب مني وأنا امرأة سامرية وأنت رجل يهودي؟ فالمسيح اتحرك من الجدل الديني والجدل السياسي إلى موضوع روحي أهم وأعمق في حياة هذه المرأة: حريتها الداخلية، حريتها من الخطية.